أكد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى أن اليوم سيكون الأهم في التاريخ الأمريكي. وفي تصريحات له عقب الإدلاء بصوته في ولاية فلوريدا، طالب ترامب الناخبين الأمريكيين بالإدلاء بأصواتهم مهما كانت الطوابير طويلة، مشددا على أنه سيتم تحقيق نصر هائل لتكون أمريكا عظيمة مرة أخرى، مشيرا إلى أن الجمهوريين لديهم تقدم كبير في تلك الانتخابات. لا أعرف ما سيحدث على مستوى إعلان النصر، ولكن عادة كنت لأتوجه إلى مركز المؤتمرات عند الساعة 10 أو 11، ولكن يبدو أننا في الطليعة، يبدو أن هناك الكثير من الجمهوريين الذين يصوتون اليوم مقارنة بالديمقراطيين، وبالتالي ينبغي أن ننتظر إعلان النتائج لنعرف من سيفوز بهذا السباق الانتخابي.